واحد بيقول أرجو رجاء محبة إفادتي بمشورة قداستكم في هذه المسألة. لقد نذر جدي والد والدتي أن يسبح خروفا لنجاتي من الإصابة، ولكنه توفي قبل أن يوفي النذر، وقد فكرت في تنفيذ النذر، ولكن أخوالي يرفضون المساهمة في شراء الخروف، وأنا ظروفي لا تسمح بشراء الخروف بمفردي لأني صغير السن ومرتبي بسيط. هل النذر انتهى بوفاة من نذر النذر؟ وهل يمكن الوفاء بالنذر بدلا من جدي وشراء خروف؟ هو انت تدور على اصغر خروف في السوق؟ يعني نذر جدك لما نذر الخروف قال هو كم كيلو؟ فانت توف النذر، وممكن تتصل بي في السر ونساعدك في كمن الخروف. عشان تريح روح جدك في قبره، احسن هو في العالم الاخر يلاقي حاجة بتمحمق له كده. ده الخروف من ايام جدك، زمان الخروف كبر وبقى عدل. لكن انا مبسوط من روح هذا الاخ انه حريص على وفاء النذر من جهة، وحريص على روح جده من جهة اخرى، وبيحاول على الرغم من انه صغير السن وماليته قليلة. مفيش من اتصل بينا وانا نحتفظ بالجواب، احسن اي واحد يجي يقول انا صاحب الخروف. نقول له اكتب قصادنا ونقرن الخط بالخط. لكن انا واثق من نزاهتكم